حضرتك قلت دلوقتي الأستاذ الكبير الأديب الكبير نجيب محفوظ ما كانش لسه عالمي، لكن هو أثر في حياتك وفي توجهاتك. بكلمة، الحقيقة إن أنا أعرف إن القلم أمضى من السيف لأنها في حياتي. هو قال لي أنتوا ما بتلعبوش عربي ليه؟ احنا كنا البتيشة. قلت له ده المقدمة بثلاث أربع أغاني من بتوعنا، وبتبتدي تانجو مثلا أو فالس وتقلب مقسوم، هي الناس هترقص بلدي. كان الوقت ده الشاب اللي يرقص بلدي دي يعني حاجة تحط من كرامته والشلة تكرفه بقى وبتاع. فقال لي كلمة كانت أمضى من السيف وما خدش بالي منها إلا بعدين. قال لي طيب لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام. جميل، لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام. بمعنى؟ قلت له كده، قلت له مش فاهم ايه المعنى. قال لي اعمل الاغنيه اللي انت شايفها صح. لما انت شايف الاغنيه بتاعتنا الرسميه فيها حاجه مش مظبوطه، اعمل انت الاغنيه المظبوطه. ايوه. فجه اليوم اللي عملت فرقه المصريين عشان اعمل الاغنيه اللي المقدمه بتاعتها مظبوطين، تي 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 تي، ما تحسبوش يا خلاص ما فيش بقى لك وعجن وتتنرا ومش عارف الحاجات دي كلها. ده اللي كان نفسي فيه، وكان نفسي اني اخش في الاغنيه الهارموني والكاونتر بوينت والعلوم الموسيقيه اللي انا درستها في المعهد. معهد الموسيقى. او هو كليه التربيه الموسيقيه، وبعدين دخلت الكونسرفاتوار في اكاديميه الفنون. انا قلت انا لازم ادرس بره، فقلت ادرس بره فين؟ في البلكونه. ما البلكونه بره البيت مش كده؟ وجبت جهابزه الموسيقى اللي في العالم كلهم عشان يدرسوني، هم كلهم ماتوا بس انا جبت الكتب، والكتب هي هم على فكره. وانا بعمل دلوقتي كتاب واللي هيقراه هيبقى اطلع على كل اسراري الموسيقيه وعارف يعمل ايه في الحكايه دي وليه ده اسمه كده وليه ده اسمه كده وبتاع. فدرست في البلكونه كل حد النظري كله، وتقدمت قوي عما كنت.